طريقة تناولك لاستضافة مصر القمة القادمة رقم 27 في شرم الشيخ بيحتم علينا ان احنا ننتبه، وايضا بيؤكد بان احنا عندنا دور كاعلام خلال المرحلة القادمة. من وجهة نظرك دور الاعلام ايه في الاستعداد من الان للنسخة القادمة 27؟ اقول لك ايه دور الاعلام استاذ نشأت، ميرسي ان انت يعني بجد طرحت هذا الطرح الهام جدا. انا بعتقد ان مع اهميه مصر والدور اللي بتلعبه دوليا، ويمكن انت لمسته معايا في اكتر من لقاء واكتر من حاجه في خلال الفترات اللي فاتت، خاصه ان ملف البيئه ده فيه التزامات دوليه بتؤثر على مسارك الوطني. اعتقد ان الاعلام يجب ان ينتهز فرصه ان هذا المؤتمر هيبقى عندنا لرفع وعي المواطنين باهميه موضوعات البيئه وتغير المناخ، برغم ان احنا عملنا مبادره رئاسيه زي تفضل للاخضر، وعملنا مبادره اخرى للاكو ايجيبت على المحميات، وعملنا حاجه ثالثه على تدوير المخلفات الالكترونيه. صحيح. لكن ما زال هناك محدوديه في الوعي لدى المواطن باهميه البيئه وتاثيرها على حياته ونوعيته وشغله وصحته. اعتقد وجود هذا المؤتمر عندنا وان العالم كله هيبقى باصص لك لمده سنه بدءا من 12 نوفمبر 2021 لغاية نوفمبر 2022، كل الأضواء هتبقى متسلطة عليك. أعتقد أن الإعلام المصري لديه دور مهم جدا، وهو انتهاز هذه الفرصة وهذا الزخم اللي هيحدث في رفع وعي المواطنين بإيه الممارسات الجيدة عشان نطلع مستفيدين من استضافتنا لهذا المؤتمر، وليس استفادة سياسية أو فنية فقط، ولكن على المستوى الوطني للأجيال القادمة.